السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم نقف على الأشغال نتاع الإزدواجية والكهرباء وتحسين المسار نتاع الخطسكيك الحديدية الشمالي واللي يقع ما بين ولاية إذا نعين دفلة إلى ولاية وهران على مستوى بلدية يلل. إذا كل هذا الجزء يتم حاليا الإشغال لإزدواجيته والتطوير. إذن الشروط نتاع السير يعني لتطوير السرعة ديالو إلى 220 كيلومتر في الساعة، والعلم أنه هذه الأشغال تدخل في إطار المشروع الكامل لتحسين إذن هذا الخط من شرق البلاد إلى غربه على مدى طول حوالي 1100 كيلومتر. إذن كل هذا المشروع متقسم على أجزاء، والآن نقف على الجزء اللي هذا يقع ما بين ولاية إذا نعين دفلة وولاية وهران بالشراكة مع إذا شركة عمومية هندية. نترككم تتابعون هذا التقرير حول هذا الجزء من الأشغال اللي أكيد سوف تحسن من ظروف إذا النقل نتاع الركاب وكذلك البضائع وكذلك تحسن من الخدمات السكاكية بإنشاء عدة محطات جديدة للمسافرين. أترككم تتابعون إذن، والسلام عليكم. ومن أوجه الشراكة بين الجزائر والهند مشروع إنجاز ازدواجية خط السكك الحديد الرابط مدينتي يلل بوادسلي على امتداد ناهز 100 كيلومتر. آخر الرتوشات لتسليم هذا المشروع الحيوي قاربت على الانتهاء. مشروع من ثمار الشراكة الدبلوماسية الجيدة التي تجمع الجزائر بالهند. العلاقة المتينة التي تجمع البلدين أسهمت في إنجاز هذا المشروع الهام وبكفاءة عالية، ونحن نطمح لمزيد من الشراكة الاقتصادية البينية مستقبلا. احنا رانا نشوفوا بحاجة ما راهي تتطور، وكان على حسب ما شفنا كاين أربع سكة حديدية، وعلى حسب ما قالوا لنا بلي السرعة كانت نظن 100 ولا 120 راهي 160، وهذا يساعد المواطن باش يوصل باغ اكزومبل. نروحوا احنا الجي اورا كنا نديروا 6 ولا كنا نديروا 3 ولا 2. هذا المشروع يهم كثير الوطن تاعنا، وفي اخص النقل نقص علينا بزاف، نمشوا احنا والعائلات في اريحية، وخاصة الوقت يهم كثير مع كثرة السيارات وكاع، والحمد لله. هذه حاجة مليحة على البلاد، راهي تزيد بليس البلاد سواء في التنقل تاعنا سواء في التجارة تاعنا في تنمي الاقتصاد تاعنا. والحاجة بليس راح نربحوا وقت، كنا بكري كنا ندير حتى 4 سوايع 5 سوايع، الحمد لله بالك تكون ممكن ساعتين 3 سوايع باش نعقل وهران. المكسب ومن ابعاده تطوير منظومه النقل عبر السكك الحديد لنقل المسافرين والبضائع بشكل امن وسريع بالنظر لعدد المنشات الفنيه المنجزه على امتداد المشروع. الشركه الهنديه ملتزمه بمخطط والرزنامه لتنفيذ المشروع لضمان جوده خدمات ومطابقه المواصفات العالميه في الجولان في السكك الحديديه. المشروع الهدف نتاعو هو تقليص مده السفره سواء للمواطنين والا للبضائع. 7 محطات منها 6 مزدوجه لنقل المسافرين والبضائع، ومحطه مركزيه ورئيسيه في ولايه غليزان. الان تصل وتيره الاشغال الى اكثر من 94% بعد انجاز كل المنشات الفنيه الاساسيه والقاعديه. بالنسبه للنسبه المتبقيه يعني تتمنى حوالي باش بالك التسليم يكون في خلال الاشهر القليله القادمه. مشروع خط السكك الحديد يلل وادسلي يعد امتدادا للخط العملاق الرابط الطارف بتلمسان، والذي سيعزز من قدرات النقل بشكل كامل.